خلونا بقى نتعرف على اخر الاخبار والمستجدات في النادي الاهلي وفرقه وفروعه المختلفه. فيا صباح النصر على زميلتنا الجميله روزان نصر المتواجده حاليا في نادي الاهلي بالجزيره. يا روزان صباح الفل عليكي ومليون مبروك وتفضلي احنا سامعينك. صباح الخير يا كريم، صباح الخير على كل مشاهدينا واللي بيتابعونا في كل مكان، طبعا مشاهدين قناة النادي الأهلي في كل مكان. ألف مبروك طبعا فوز النادي الأهلي بالسوبر المصري على حساب بيراميدز، يعني بهدف مقابل لا شيء. يعني خليني أقول طبعا النادي الأهلي يا كريم ما عندوش خلاص وقت، يعني بيستعد بالفعل لملاقات طبعا الترجي التونسي يعني يوم الجمعة المقبل 12 مايو في إطار طبعا ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. كل التوفيق كمان للنادي النادي الأهلي إن شاء الله، ويعرفوا يعني يحققوا الفوز إن شاء الله على الترجي التونسي. مباراة مهمة طبعا جدا بقى اليوم، الأهلي بيواجه الزمالك في السوبر الإفريقي لكرة اليد، بيواجه الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي مساء اليوم، يعني فريق الزمالك في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي هنا بالجزيرة. ووافقت الجهات الأمنية بشكل نهائي على حضور 1000 مشجع لمباراة الفريق الأول لكرة اليد، وبتنطلق المباراة في تمام الساعة 7 مساء. أكيد طبعا يا كريم هتكون مباراة قوية جدا، بنتمنى فيها طبعا التوفيق والفوز لصالح النادي الأهلي. الأهلي بيتعاقد مع ثنائي قوي لتدعيم سيدات اليد قبل بطولة إفريقيا. أتم طبعا مسؤولو النادي الأهلي تعاقدهم مع ثنائي ناتاشا كروفيتش وماتيا بليتوكوسيتش لتدعيم فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي للمشاركة طبعا في بطولة كأس الكؤوس الإفريقية. من التنس الطاولة هنا جودة وعمر عصر طبعا بيواصلان السيطرة على لقب إفريقيا. توجت هنا جودة ببطولة إفريقيا للسيدات تنس طاولة فردي للمرة الثانية في تاريخها، كمان عمر عصر بيحافظ على لقبه القاري فردي رجال مرة تانية بعد فوزه طبعا على النيجيري في النهائي. نروح بقى سريعا لأخبار كرة السلة. سيدات الأهلي إلى نهائي دوري السوبر سيدات أمام الجزيرة طبعا بعد فوزه في جيم 2 على سموحة، يعني بيتأهل النادي الأهلي للمباراة الفاينل. أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة السلة مواعيد مباريات نهائي دوري السوبر سيدات لموسم 2022-2023 الذي سيجمع بين الأهلي والجزيرة، على أن تقام طبعا المباريات على صالة الشباب والرياضة ب 6 أكتوبر خلال الأيام المقبلة. المباراة الأولى هتكون يوم الأربعاء 10 مايو الساعة 6 مساء، المباراة الثانية يوم الجمعة 12 مايو الساعة 6:30 مساء، المباراة الثالثة يوم الحد 14 مايو الساعة 6:30 مساء، والمباراة الرابعة في حال طبعا وجود مباراة رابعة هتكون يوم الثلاث 16 مايو الساعة 6:30 مساء، والمباراة الخامسة كمان في حال وجود مباراة خامسة هتكون يوم الخميس 18 مايو الساعة 6:30 مساء. أخيرا طبعا انتهت مباراة الأهلي وسلاك في بطولة البال بفوز النادي الأهلي بنتيجة 80-70 وإلى النهائيات. بيحتل طبعا في هذه البطولة الأهلي المركز الثاني برصيد 7 نقاط خلف طبعا بترو دي الواند الأنجولي، فيما يأتي سلاك في الترتيب الأخير ويحتل المركز السادس في المجموعة برصيد 5 نقاط، ويتأهل طبعا أول فرق يعني للمرحلة النهائية من المجموعتين. كمان كل التوفيق لرجال السلة اللي الحقيقة يعني مشرفين جدا في بطولة البال اللي بتقام طبعا في صلاة حسن مصطفى ب 6 اكتوبر. دي كانت ابرز الاخبار اللي معايا النهارده يا كريم، يعني بشكرك وعوده ليك مره ثانيه. انا اللي بشكرك، شكرا جزيلا زميلتنا العزيزه على هذه التغطيه المتميزه كالعاده، شكرا روزان نصر.